وزارة الدفاع الأمريكية نجاح ضرباتها في سوريا، وقال مدير هيئة الأركان العامة الجنرال كينيث ماكنزي إن الضربات دمرت 3 مواقع حيوية لإنتاج السلاح الكيماوي. الضربات استهدفت 3 منشآت تستخدم في إنتاج السلاح الكيميائي، ومنها مركز الأبحاث في برزة ومخازن الأسلحة الكيميائية ومنشأة تبعد 7 كيلومترات عن دمشق. الهدف هو إرسال رسالة بأن استخدام السلاح الكيماوي لا يبرر، وحرصنا على تجنيب المدنيين آثار الضربات، كما أنجزنا مهامنا. مركز برزة للأبحاث تم استهدافه ب 76 صاروخا، منها صواريخ أرض جو، وتم تدميره، لذا لن يعمل لسنوات. وبهذه القوات السورية فقدت الكثير من المعدات والمواد المتعلقة بالأسلحة الكيماوية.